أشرقت شمسة بروحي أعزائي المشاهدين، نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج إشراقة الكويت. أنا أحب الكويت ديرتي، كذلك عادل دائما نصلي عشان ديرتنا الحبيبة اللي نحبها ونحب شعبها من كل قلوبنا. اليوم في هذه الحلقة راح نشوف فيديو جديد عن الغوص على اللؤلؤ، وراح يكون عندنا آية جديدة وتأمل جديد وترنيمة جديدة. خلينا نبتدي في الصلاة مع عادل. ممكن نصلينا عادل؟ قبل ما نصلي حاب أقول شيء مهم. ناس تضايقت من كلمة الكويت المسيح، لكن الحقيقة أنها للمسيح. مكتوب في المزمور أن السماء والأرض ما بينهما للرب، والكويت أيضا من ضمن البلدان. أنا لا أستطيع أن أخضع للخوف أو النقد وحتى من الموت، بل أعلن الكويت المسيح باسم الرب يسوع. خلينا نصلي. نشكرك لنا الصالح، نباركك، نعظم اسمك يا رب. نعم يا رب، الكويت المسيح يا رب. يا رب نعلنها إعلان كامل يا رب، ننتهر يا رب كل حاجة تعرض هذا الشيء، بأن الكويت المسيح باسم الرب يسوع، أن الرب ينير في شمسه وفي نوره على الكويت. آمين. والكل يعرف المسيح. نعم يا رب. نعم يا لنا صالح، نصلي من أجل هذا البرنامج، تبارك هذا البرنامج يا رب، وتبارك الناس اللي تستمع لهذا البرنامج. آمين. وانت تلمس القلوب والأذهان يا لنا صالح، وانت اللي تنور البصيرة وتعطيهم نورك العظيم ويعرفون الحق، والحق يحررهم باسم الرب يسوع. أصلي لك كل كرامة ومجد. آمين. آمين. خلينا نشوف الفيديو مع بعض. بين الكويتيين والبحر عشق أزلي وحب خالد وتاريخ عريق، إذ كان البحر يمثل الرئة التي يتنفسون بها والكنز الكبير الذي يمدهم بالخيرات والهبات والأفق الرحب الذي يصلهم بالقاطنين في الجوانب الأخرى من السواحل في أرض الله الواسعة. فمن هذه الشواطئ انطلقت خلال العقود الماضية المئات من السفن باتجاه مغاصات اللؤلؤ أو ما يسمى بالهيرات المنتشرة على الضفاف الغربية من سواحل الخليج العربي، حاملة الآلاف من أبناء المنطقة لممارسة أبرز نشاط ملاحي عرفه سكان الخليج منذ القدم، متمثلا في مهنة الآباء والأجداد، مهنة الغوص على اللؤلؤ. هذه المهنة الحيوية كانت تمثل ثلث الدخل القومي لدولة الكويت والمحرك الرئيسي لاقتصاد البلد والبوابة التي عبر من خلالها الطواويش والتجار للتواصل مع العالم الخارجي، بالإضافة إلى كونها العامل الأساسي لنمو البلد وجذب اليد العاملة إليها من الأماكن القريبة المجاورة. وكانت البنادر المنتشرة على سواحل الخليج تنشط فيها الحركة قبيل موسم الغوص في بداية فصل الصيف من كل عام استعداداً لهذه الرحلة، حيث تتم عملية التجهيز والترتيب من خلال مهام وأدوار محددة لكل المشاركين فيها من تجار ونواخذة وطواويش ومجادمة وبحرية وفق قواعد ونظم تعارف عليها أهل البحر. ومن أهم مراحل التنظيم والترتيب عندما يأمر النواخذة مساعده أو ما يطلق عليه المجدمي باختيار البحارة المناسبين وتجهيز السفينة لرحلة الغوص. صلي على حبيبي.
وتستمر هذه العملية حتى تنتهي نوبة الغواص التي تتضمن الغوص نحو 10 مرات وتسمى إجحمر، فيما تسمى المرة الواحدة من الغوص تبة. ثم يستريح الغواص نحو 5 دقائق ويتدفأ أحياناً قرب موقد السفينة، ثم يعود ثانية للغوص. أبو أحمد، بعد ما شفنا هذا الفيديو، شنو تعليقك على هذا الفيديو؟ صراحة أنا أحب هذا الفيديو وايد. هو الفيديو طبعاً رائع، ذكرنا في أيام الكويت قبل القوس على اللؤلؤ، هي المهنة الأكثر شهرة في مياه الكويت الإقليمية، واللي كان لها دور بارز في التنمية اقتصاد البلد في منطقة الخليج، وخاصة في الفترة اللي سبقت اكتشاف النفط. ويبدأ موسم القوس على اللؤلؤ في الفترة ما بين شهر مايو وسبتمبر، وهي الفترة اللي تعرف بفترة القوس الكبير، ومدتها تصل إلى 4 شهور، وتنتهي في 22 سبتمبر لأن الجو يبتدي يبرد. ازدهرت تجارة الكويت عام 1912 لتصل ذروتها في سنة الطفحة، حيث كان الغواصين ينزلون مرتين للبحر، مرتين قبل حلول شهر رمضان، ويعودون في بدايته ويعودون مرة ثانية حق القوس بعد عيد الفطر. خلونا نسمع مع بعض كلمة الرب من إنجيل متى إصحاح 13:45-46 اللي يتكلم عن اللؤلؤ. أيضا يشبه ملكوت السماوات تاجر يبحث عن لآلئ زينة، في يوم عثر على لؤلؤة ثمينة وايد، راح وباع كل اللي معاه واشتراها. نشوف في هذه الآية مثل رائع حق نوعين من اللؤلؤ، نوع موجود في هذه الحياة وهو ثمنه محدود، وباقي هني ما راح يروح ولا ناخذه معانا. أما اللؤلؤة الثانية هي غير محدودة في ثمنها، وثانيا باقي معاك وإيه اللي راح توصلك هناك وتكون معاك في الملكوت. أي لؤلؤة تبي؟ مثل ما قال الرب في إنجيل متى: بل اكنز لكم كنوز في السماء، حيث لا يفسد سوس ولا صدى، حيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون، وراح تبقى أنت دائما سيد قرارك، تترك والتنازل عن كل شيء عشان الملكوت، أو تمسك معتقداتك وتقاليد أبائك، ولا تقبل أن تمشي في درب الملكوت. أيهم تختار يا ترى؟ هل هناك لؤلؤة غالية الثمن؟ هل هناك شيء أغلى من يسوع اللي يعطيك الخلاص، اللي يعطيك الحياة الأبدية، اللي يغفر كل أثامك؟ هل في غير يسوع يستحق أن نترك كل شيء علشانه؟ طبعا لا، ما في غير الرب يسوع تبارك اسمه اللي نترك كل شيء علشانه مهما كانت غلاوته على قلوبنا ونتبعه. فرؤيته كان هدف زكى العشار، طلع فوق الشيارة علشان يشوف، لأنه كان قصير الغامة وما يقدر يشوفه من زحمة العالم، والجلوس عند قدميه كان كل أمنية مريم علشان تسمع حق كلامه وتعاليمه، ولمسة ثيابه كانت رجاء نازفة الدم لأنها سنين وهي تعاني من الآلام. أخي الحبيب، هل تحب أن تنضم إلى هؤلاء العشاق، هؤلاء الذين سباهم جمال تلك اللؤلؤة الغالية الثمن، فراحوا وتركوا كل شيء كل شيء علشان يتبعونه؟ ما في واحد يستطيع أن يقتني السيد المسيح اللؤلؤة الكثيرة الثمن إذا ما يبيع كل ماله ويفضي قلبه من كل شيء علشان يتربع يسوع وحده فيه. أي شيء تطلب خليك جسر وقول أبي اللؤلؤة اللي علشانها يترك الإنسان كل شيء، ويترك كل ما يملك ويحسبه نفاية، مثل ما ذكر في الكتاب المقدس: أحسب كل شيء نفاية علشان أربح المسيح. ثمين هو السراج حق الإنسان في الظلمة، فهناك حاجة حقه لين تشرق الشمس. أرمية 6 يقول: قفوا على الطريق وطالعوا واسألوا عن السبل القديمة، أين هو الطريق الصالح؟
وسيروا فيه راح تلقون فيه راحة حق نفوسكم. نبي نوصل حق سيد المسيح الطريق الصالح اللي فيه وحدة تلاقي النفس راحتها الأبدية. الأمر مقارنة الفاني في الأبدي والرخيص في الغالي، لكن الأمر هني متعلق في مقدار الجمال والحب اللي انفتحت عيونك عليه. التاجر شاف اللؤلؤة الغالية، باع كل ماله واشتراها. أنت بعد فكر، اترك الرخيص واتبع الغالي. أحبائي، الرب يسوع واقف على الباب ويغرع: افتح باب قلبك قبل فوات الأوان. هل أنت مستعد أن تفتح باب قلبك؟ هل صج تبحث عن الحق وتبي ترضي الله الإله الحقيقي المحب الفادي المحذ ذنوب؟ أتمنى أن تراجع نفسك واترك اللؤلؤ الفاني وتمسك في اللي يعطيك الأبدية. اطلب من كل قلبك وهو راح يوريك الحق، والحق يحررك. آمين. شكرا أبو أحمد على هذا التأمل الجميل. ممكن الحين نصلي ديرتنا الحبيبة؟ يا إن شاء الله. إحنا كل مرة راح نصلي حق منطقة في ديرتنا الحبيبة. اليوم نبي نصلي حق دسمان، هي الجزء الشرقي في مدينة الكويت. خلينا نصلي له. نشكرك الآن الصالح، نباركك، نمجدك يا رب. يا رب إحنا نصلي حق ديرتنا كلها، لكن اليوم نبي نصلي مخصوص حق دسمان. يا رب، يا رب أنت تبارك هذه المنطقة، يا رب أنت تبارك كل الساكنين فيها يا لنا صالح. يا رب أنت اللي تفتح أذهانهم وقلوبهم يا لنا صالح، وتفتح عيونهم عشان يشوفونك يا رب. يا رب تعطيهم الخلاص، يا رب تعطيهم نعمة يا لنا صالح. يا رب قلبنا يعورنا لأن نشوفهم يا لنا صالح بعيدين عنك. يا رب نبيهم لك يكونون. باسم الرب يسوع أصلي لك كل كرامة ومجد. آمين. آمين. وفي نهاية الحلقة خلينا نستأنس مع بعض في ترنيمة اللي راح نسمعها من الأخ ناصر موسى. ما تنسوا تكتبوا لنا عن آرائكم واقتراحاتكم على الإيميل، أو حطوا تعليق على الفيسبوك. وللقاء في حلقة جديدة إن شاء الله. السماء بنا من حب لينا.
الإنسان الله هو الرحمن كلمته صار إنسان روحه في كل مكان روحه في كل مكان هو واحد في كيانا لدانا 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 رب السماء لدانا رب السماء لدانا من حبهم لنا من حبهم لنا أرسل كلمة شفانا أرسل كلمة شفانا بعد موت أحيانا لي لدانا لدانا أرسل كلمته وشفانا